احنا معانا مرزوق العتيبي، يا نهار ابيض جبناه كابتن، ده رجل اسطوري. جبنا ما انا لسه ده كان لاعب من الجيل الذهبي للكره السعوديه، ولما قلنا له انا كلموه فريق الاعداد استاذ محمد الاوسي وقال له احنا عاوزين مداخله معانا، قال لهم المناسبه، قالوا له عشان احنا معانا كابتن اسلام الشاطر. ف والاستاذ عمر منوبي كمان يعني بصراحه كان ليه باع كبير في الحته دي، فقال لنا اسلام ده انا لو انتم مش عايزين انا نفسي اي قيره واجي اتكلم عليه. هنسمع مرزوق قال ايه ونرجع تاني نتكلم. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا. بداية لي شرف كبير أن أكون ظاهر على قناة النادي الأهلي المميزة في استضافة الأستاذ والكابتن الكبير مصطفى عبده، وهو في استضافة نجم محبوب لدى الجميع الكابتن إسلام الشاطر. طبعا الكابتن إسلام الشاطر تحملني معاه أخوة ومحبة كبيرة في الفترة اللي قضيناها في نادي الاتحاد، يعني خصوصا في موسم 2004، هي الفترة اللي كانت لمدة 6 أشهر حققنا فيها أشياء كثير. وللأمانة الكابتن إسلام لاعبين مميزين خلقا ومستوى داخل الملعب وتعاون مع جميع اللاعبين، فهو كان مسهل مهمات كثير حتى أيضا للمدربين في الأسلوب الفني داخل الملعب، فهذا تميز صراحة له. وهو من اللاعبين صراحة اللي العرب والمصريين خصوصا اللي كان لهم اثر وبصمه. امانه ما زلنا لحد الان نحن كلاعبين وايضا كجماهير ومحبين لنا وعشاق لنادي الاتحاد، يعني نحمل الشيء الكثير والذكريات الجميله للكابتن الخلوق المحبوب الفنان اخوي اسلام الشاطر، اللي اسال الله ان يوفق في حياته في جميع المجالات. نسأل الله التوفيق، الله يبارك له في حياته مع أهله وأولاده وفي كل الغالين عليه. ففي أكيد لحظات كثير جميلة يعني قضيناها في ذيك الفترة بتواجد الكابتن إسلام، الكابتن الخلوق، الكابتن المميز. طبعا التميز الأكبر كان في نهائي كأس ولي العهد، فطبعا هو أحد اللاعبين اللي كان لهم أثر بعد الله سبحانه وتعالى ثم وجود اللاعبين، بس كان له بصمة في صناعة الهدف لحمزة إدريس، فكانت عرضية مميزة صراحة ما ننساها لحد الآن. يعني هي أحد الكابتن هو أحد الأسباب اللي خلانا نحقق هذه البطولة ويفرح جميع عشاق ومحبين نادي الاتحاد. يعني شوف أنت أنا بقولك اللعيب اللي بيسيب بصمة كويسة في أخلاق وفي لعبه وما عندوش مشاكل، الحمد لله ناقي بينه وبين نفسه وبين ربنا سبحانه وتعالى. أدي إحنا ما بنقولوش ولي الكلام ده. ده يا كابتن مرزوق ده أسطورة من أساطير السعودية. نعم طبعا أنت بتكلم يعني فيه. ده واحد من الناس اللي أنا مش تشرفت يعني بجد، المجموعة كلها بس مرزوق فعلا كان أقربهم ليا. يعني بشكر طبعا عمر وبشكر أستاذ محمد على الكلام الحلو ده والحاجة المفاجآت اللي عاملينها لي دي، أنا مبسوط جدا جدا جدا، حاجة مش متخيل. طب احنا عايزين والله بجد أنت من الهموم اللي انت شايلها هنا في القناة احنا بنحاول نساعدك لو بحاجة بسيطة. لا بجد يا كابتن مرزوق ده تحديدا كمان لما يبقى ده رأي اخواتي في السعودية، على فكرة احنا ما زلنا على تواصل مع انا شخصيا مع مرزوق ومع محمد نور ومع مرزوق ومع منافة بوشجير ومع سعود كاريري كلهم والله يا كابتن. محمد نور ونور بص كلهم. انا اقول لحضرتك موقف حصل عشان تعرف بس قد ايه الحب والاحترام اللي كان بيني وبين الناس دي. لما رحت النادي الاهلي بعد كده كان اول ماتش لينا في كاس العالم للانديه. ايوه قدام مين؟ قدام اتحاد جده في اليابان. ها كان في اليابان. اه معلش هنط بس عشان لا 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 ماشي. فده الماتش ده يا كابتن مانويل جوزيه كان شادد علينا جدا، محدش يهزر محدش يضحك بتاع، بس انا عارف ان انا علاقتي كويسه جدا باتحاد جده. طبعا انت لعبت معاهم. فاللي عارف ان هم ايه يعني اول ما هيشوفوني هيسلموا عليا ويبصوني، اول ما شافوني يا كابتن واحنا داخلين محدش يسلم عليا. فانا ايه في ايه بصيت كده، وبيني وبينك مانويل برضو ايه مضايق علينا. طبعا ومشدود. بس انا بصيت زعلت، هما ليه بيعملوا كده؟ هما ليه ما بيسلموش عليا؟ انا متضايق جدا. المهم دخلنا غيرنا وعملنا وبتاع، فطالعين نسخ فواقفين في اليابان كان في نظام وانت فاهم والحاجات طبعا دي. طبعا فانت بتسخن في حته قبل ما تنزل الملعب هما بيسخنوا جنبك. فجأة لقيت ال11 يا كابتن اللي موجودين جايين يحضنوك قاموا جايين يجروا عليا
واسلام مشايلني وقاعدين يعملوا عليا، كانوا عاملين حركه علشان يبسطوني يعني. جوزيه اتجنن بقى ساعتها. لا لا بالعكس انبسط جدا والله والله، وقال لي ده حب الناس وده اللي انا عايزه وبتاع. لكن انا بتكلم على ان هم كانوا، مش انت سايب سيره طيبه الحمد لله كلهم الحمد لله والشكر لله، كانوا من احسن الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتي بصراحه، من اول الاستاذ منصور البلوي لغايه طبعا مرزوق، يعني من الناس اللي انا بحبها جدا 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 وبشكره. لا ومنصور بلوي كمان انا اعرفه شخصيا طبعا، راجل جميل جدا. فانا من الاربع خمس شهور دول عشت احلى اربع خمس شهور في حياتي يعني.